خلي بالك البغبغانات ليها عقليه طفل عمره 5 6 سنين بيفهموا، وممكن يزعل منك، ممكن يتضايق منك فيعضك. انا اصلا اللي حببني في المجال كمان ولادي الصغيرين كانوا بيحبوا الطيور، فانا كنت بجيب بغبغان اكل يدوي. طبعا ما كنتش برضه امسك لهم عشان هم اطفال صغيرين، كنت اول ما ابتدي بقى يعني ما يكسر البغبغان مثلا 50 يوم أو 40 يوم ابتدي بقى ادولهم يلعبوا بيه. ليه بقى؟ الاطفال بيخلوا الحاجه يعني ما شاء الله بص مؤهله نفسيا للعب جدا. البغبغان بتحب اللعب، ما بتحبش تهبسها كده في قفص خلاص، لا عايزك تروح النهارده تقعد تلعب معايا. طبعا الاطفال ما راش حاجه غير اللعب فبيلعبوا معاهم. حتى يعني انا كان عندي بغبغان في مره كان بيلعب مع اولادي زي الفل، ميه معاهم ما بيقعدش، ما فيش الهوا، بيلعبوا مع بعض طول النهار. اجي انا العب معاه يروح مديني نفشه كده عضدني عشان هو عايز الاطفال، هو عاوزهم، هو هم اصحابه مش انا، انت فاهمني؟ لا بيفهموا زي الاطفال بالظبط. احنا شفنا المكاو وفي في انواع تانية بيتعمل. عندي بقى انواع، بقى عندي تصنيفات مثلا بتاعت الدره الهندي، عندي الابيض بتاعه وعندي الازرق وعندي الجراي ما شاء الله، وعندي البلو وعندي الالبينو لا ما شاء الله عندي تصنيفات عليها كتير قوي منه. طيب بالنسبه للاكل والشرب بتاعهم بقى، الحاجات دي في حاجات منها بتاكل لب، في حاجات منها بتاكل لب بلكم على فلاريس. بناكل ده الاكل الطبيعي اللي هو يوميا بتاعهم. احنا بقى ساعات بنظبط يومين فاكهه في الاسبوع، بتبقى سلطه فواكه مش فاكهه كده عاديه. ما ينفعش تديهم ميه حنفيه، كنت بحط لهم ميه معدنيه. يعني اغلى فرخ شفته كان بكام بقى؟ اغلى فرخ شفته لا هي في فروخ عاليه جدا يعني مسكته. الدره الهندي، الدره الامريكي اللاتيني، يعني امريكي زي ده، دي واحده زي كوكو. تعالى هنا كوكو، يعني ده فرد امريكي اخضر، ده لونه اخضر. ده الفرد ده بيعمل 6000 جنيه او 7000 جنيه عشان ذكره كبير. الفرد اللي انا مسكته كان زي ده كده بالظبط بس امريكي لاتيني لونه اصفر. يعمل مثلا ما شاء الله يعني ذكر نفسي ده كده بس اصفر، يعمل 120 ألف جنيه. وفي طبعا انواع كتير غاليه جدا ما شاء الله، عاليه جدا. يعني في الامازون، في الامازون اليلو ناب اغلى نوع امازون، في دبل يلو هيد، في ما شاء الله الكوكاتو النخيل. يوصل مصر مثلا نص مليون والكلام ده اكتر من نص. يعني الكوكاتو النخيل ده الكوكاتو النخيل ده الفرد النهارده ممكن يعمل 300 ألف جنيه، 400 ألف جنيه. بس ده نوادر قوي، يعني ممكن تلاقيه عند واحد او اثنين في مصر كلها. في جنينه حيوانات واحد منه او اثنين. الكوكاتو النخيل تمام. لما بيهرب منك فرد بقى بتعمل ايه؟ في بدايه تربيتي للبغبغانات من 8 سنين كنت بربي في البلكون عندي. كان لو انا نسيت باب مفتوح ولا حاجه كان سامع. طيب خلاص طار ما جاش. يعني كان يهرب منك فرد مثلا طبعا ب 20 و30 ألف. مره طار مني فرد مكاو بلو اند جول، جبته بعديها بيوم. انت فاهمني؟ يعني نزل عند ناس راحوا باعوا المحل، رحت انا جبته من المحل. دفعت فيه كام بقى؟ والله بص يعني طبعا المحل كان اشتراه من الناس، اشتراه ب 10000 جنيه. دفعت 10000 جنيه. دفعت 10000 جنيه الحمد لله.